قال ولا يخرج الصدقة هرمة ولا ذات عوار. يعني في الصدقة يعني الإنسان عليه أن يتقي الله، فإذا أخرج الزكاة يخرج من أوسط ماله، ما يدور الردية اللي ما حد يبيها، العجل اللي ما حد يبيها مثلا يطلعها زكاة، زين، أو المريضة أو العورة أو واضح ولا لا، المعيبة طلع، لا يخرج من طيب ماله لكن من أوسطه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول تجنب كرائم أموالهم، يعني كما أن صاحب الغنم أو صاحب الإبل أو صاحب البقر لا يؤمر بإخراج أطيبها، كذلك هو لا يجوز له أن يبحث عن أرداها أقلها ويدفعها زكاة، وإنما تكون الزكاة إيش؟ وسط المال، أوسط المال، لا هي اللي أحسن شيء ولا هي اللي أردى شيء، من أوسط المال تكون الزكاة، من أوسط المال. نعم.